أعلن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نجاح موسم الحج هذا العام، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث وأمراض وبائية بين صفوف الحجيج. يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443 على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، ولله الحمد. وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح التجمع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر.